وضعنا خطط متكاملة لتجديد وسائل النقل المختلفة، بري، بحري، وجوي. وفي سنين قليلة بقى عندنا أساس صلب لكل الإنجازات. واتفتح الباب لمئات من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية، وتحولت المواني المصرية لمواني محورية عالمية. سينا بجمال طبيعتها بكنوزها، وبدأت خطط تنمية شاملة. وقدرنا نغير مش بس شكل المكان، لكن حياة كل مواطن على أرضها. الشمس من أول ما تشرق نورها بيملى كل الدنيا طاقة وأمل، وكانت محتاجة اللي يستثمر طاقتها لحل أزمة طاقة كانت موجودة في بلدنا. وبدأ التغيير، أنشأنا محطات توليد كهرباء صنفت كأكبر محطات طاقة شمسية في العالم، ومحطات تعمل بطاقة الرياح، وبنينا محطات جديدة بأحدث تكنولوجيا، وطورنا محطاتنا التقليدية، وتغيرت الصورة. النجاح في مجال الكهرباء كان حلم كبير، لكن الحلم الأكبر إنك تسيب علامة باسمك، علامة صنع في مصر. وفي مصر المكان اللي بيمتلك كل مقومات نجاح الصناعة كانت تنقصه التكنولوجيا، وبدأ الحلم يتحقق. مصانع بتفتح أبوابها في كل المجالات ومجهزة بأحدث التكنولوجيا العالمية، مصانع بتشتغل بإيدين مصريين هدفهم واحد، تقوية اقتصاد بلدهم. وبعزيمة وإصرار أخذنا القرار نبحث وننقب وإحنا واثقين في النجاح. بدأنا من سنين قليلة، والنهاردة بقى عندنا مشروعات عملاقة، اكتشافات ضخمة، وشراكة عالمية حولت مصر لمركز إقليمي في تصدير الغاز. تم استصلاح أراضي في كل محافظات مصر بزراعات مكشوفة وبيوت زراعية مجهزة بأحدث التكنولوجيا. ووضعنا خطط لتطوير وتطهير البحيرات في مصر، وأنشأنا مزارع سمكية ضخمة، ده غير تطوير مزارع الثروة الحيوانية. والنهاردة بدأ الخير يملى بلد، وتتفتح لمصر أبواب التصدير بمنتجات تنافس وبقوة في كل دول أوروبا. أيوة، هنا مصر بلد كبير بشعبها وناسها، ومحتاجين كل يوم اللي يخطط ويبني علشانه. وتغيرت خريطة بلدنا، عشرات المدن الجديدة في كل المحافظات تستوعب ملايين من كل فئات الشعب بيحلموا بحياة أفضل ليهم والأولاد. ده غير مدن سياحية بتطل على أجمل شواطئ العالم، ولما نكون بلد غنية بشبابها كان لازم يكون الاهتمام بيهم وبتعليمهم هو محور تفكيرنا. وبدأت خطط شاملة لتطوير التعليم في كل المراحل، تنمية مستقبل أولادنا من أهم أهدافنا، لأن هم علماء بكرة، هم قادة المستقبل. الأرقام كبيرة والإنجازات ضخمة، لكن نجاحنا الحقيقي إن يحس بيه كل مواطن في بلدنا. 100 مليون إنسان الصحة والعلاج هو حق من أهم حقوقهم، وبدأنا حملات 100 مليون صحة للكشف والعلاج المجاني للأمراض الخطيرة والمختلفة. وقضينا على قوائم الانتظار بإجراء آلاف من الجراحات العاجلة مجاناً للمرضى الغير قادرين.
والنهاردة ابتدينا المشروع القومي للتأمين الصحي، وهنستمر في الاهتمام بالصحة لكل إنسان بيعيش في بلدنا. إن سكن آمن حق من حقوق كل مصري، كنا شايفينه من أول يوم أزمة العشوائيات، ورصدت الدولة عشرات المليارات للقضاء عليها، وبدأ البناء. آلاف من الوحدات السكنية اتنقل فيها كتير من سكان العشوائيات الخطرة، وتغيرت حياتهم ومستقبل أولادهم، وأعدنا توزيع الدعم لضمان وصول المستحقين. طبقنا نظام التضامن الاجتماعي الجديد ببرامج مختلفة لخدمة كل مواطن بسيط. اهتمينا كمان بتشجيع الشباب للقيام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، وانعكس اهتمامنا بالشباب وتوفير فرص عمل ليهم بإحصائيات بتأكد إن من 2016 لحد النهاردة ما خرجش من حدودنا ولا مركب هجرة غير شرعية من شبابنا. مصر مكان بيحترم حرية الاختلاف في الدين، وبيوفر للمرأة فرص عمل متساوية، وبيشجع أصحاب القدرات الخاصة بضم نسب منهم في كافة المجالات. بلد بيحترم كل إنسان بيلجأ ليه، يعيش في وسطنا ضيف مكرم، يتمتع بكل الحقوق زي أي مواطن مصري. والأهمية الرياضة للصحة النفسية والبدنية لحياة شبابنا، أنشأنا وطورنا مدن رياضية ومراكز للشباب، واللي انعكست آثاره مباشرة على شبابنا بحصولهم على مراكز وميداليات متقدمة في رياضات مختلفة، واستضافت مصر كتير من البطولات الدولية. ولأن التنمية الحقيقية يعني تواجه عيوبك، قمنا بتطوير الاستثمار في بلدنا علشان نوفر مناخ استثماري مستقر وآمن. وزي ما مصر بتعود بقوة في كل المجالات، انعكس تواجدها القوي في قوة العلاقات الخارجية بكل الدول. وفي 2019 اختيرت مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي لمدة عام. هنا البلد العظيم صاحب أعظم تاريخ وحضارة علمت العالم كله، الحضارة اللي موجودة وبتزين أشهر ميادين العواصم العالمية، بنبني ونستثمر بإنجازات تليق بتاريخنا. المتحف المصري الكبير ده غير اكتشافات أثرية ضخمة بشراكة واستثمارات عالمية. أيوه، مكان مش زي أي مكان تستمتع فيه مع كل الناس اللي بتحبوها، يستقبلك ناس بحب وترحاب، تكتشف شواطئ، مدن، فنادق على أعلى مستوى. والنهاردة مصر بتفتح أبوابها في كل مكان وكل المجالات بفرص نجاح حقيقية. هنكمل المشوار، نحلم، نجري، نسبق، والتنمية الحقيقية في كل بلدنا هي هدفنا. هنا مصر مكان مش زي أي مكان.